مرحبا جميعا، يعطيك العافية. معك عبد الله الدباغ، لوكال اكسشينج اوفيسر الأردنية. هذا الفيديو في شرح بسيط عن الابليكيشن فورم والكارد اوف دوكيمنت والكارد اوف اكسبتنس وكيف تستخدم الاكسشينج بورتال. هلا كل واحد منكم واصل ايميل ويوزر نيم وباسورد للاكسشينج بورتال، تدخل على هذا الموقع اللي هو exchange.ifmsa.org. راح تفتح لكم هاي الصفحة، تدخل على الابليكيشن فورم وتسوي لها ايديت. من تسوي لها ايديت راح تدخلون هون. هلا هون بدكم تعبوا البيانات الرئيسية اللي هي الفاميلي نيم، الفيرست نيم، سكس، ديت اوف بيرث، لانجويج سبوكن، باسبورت نمبر. بدكم تخلوا هون الباسبورت نمبر والباسبورت فاليديتي تبع الباسبورت. هلا لا تنسوا انه قبل السفر لازم يكون الفاليديتي تبع الباسبورت تبعكم 6 شهور، اذا كان اقل من 6 شهور ما راح يسمح لكم بالسفر، واساسا ما راح تطلع لكم الفيزا اذا كانت فاليديتي تبع تاريخ السفر اقل من 6 شهور، فبدكم تنتبهوا على هاي الشغلة. هون student medicine related information, medical school, medical student sense, clinical student sense. في بعض الطلاب طالعين اللي هم pre-clinical اللي قبل clinical، او خلينا نحكي البيسك، يقدروا ما يكتبوا هون clinical student sense. expected year of graduation، هاي الشغلات المتعلقة بال student information. نجي هون الموقع، العنوان، street number، city، postal code، country، phone number. طبعا postal code تقدر تطلعوه وتكتبوا اسم المنطقة تبعكم بالجوجل، تطلع لكم مباشرة postal code وتخلوه هون. الphone number، alternative phone number، والايميل، alternative email. هلا نجي هون الاكسشينج بريفرنس. الاكسشينج بريفرنس هون راح تخلوا التخصص اللي بدكم اياه والدول اللي بدكم اياها. كيف راح اشوفوها؟ راح تصير بالنهايه مثل هيك. مثلا هون desired first desired city second and third، وبعدين الديبارتمنت تختاروا 3 مدن و 3 ديبارتمنتس. طبعا هون في اسئله فيلد ستاديد يس اور نو، اكزام باست يس اور نو، راح تكتبوها وراح تختاروها. طبعا في بعض الدول تطلب منكم شهادات لهي الشغله، هلا راح نحكي عليها بالكارد اوف دوكيومنتس. نرجع للاكسشينج ديتيلز. هلا الديوريشن هون ان ويكس، لازم تكتبوا رقم 4، لازم رقم 4، لا 3 ولا اكثر ولا 4 ويكس ولا احرف ولا شيء، تكتبوا رقم 4 بس. الاكسشينج ستارت فروم الاكسشينج ستارت ديت، من هذا التاريخ لهذا التاريخ الاند، فتختار شوفوا من امتى راح يبدا الاكسشينج تبعكم لحد نهايه الاكسشينج، تختار يعني تاخذوا 4 اسابيع. Type of clerkship، عندنا هون Do you want an official invitation letter؟ هلا في عندنا اثنين الانفيتيشن ليتر. في بعض السفارات لما تروح تقدموا على فيزا السفارة تطلب منكم انفيتيشن ليتر، في بعض السفارات تطلب انفيتيشن ليتر أصلية، وفي بعضها تطلب ممكن ايميل أو تصوير أو إشي عادي. هلا إذا بدكم الانفيتيشن ليتر الاصليه بدكم تبلغونا قبل شهر واحد لحتى نقدر نجهز لك اياها خلال فتره الجي اي. الجي اي اللي جاي نقدر نجيب لكم الانفيتيشن ليتر جاهزه وموقعه. اما اذا بدكم العادي بس تخلوا ياس وهم راح يبعثوا الانفيتيشن ليتر على الايميل. I will obtain insurance coverage for the exchange period otherwise my exchange will be cancelled. هون تكتبوا yes، بعدين راح احكي لكم هلا عنها. Would you like to be placed together with the students؟ يعني اذا عندكم اذا في حد من مثلا اصحابكم طالع معكم على نفس البلد او على نفس المدينه ممكن تخلوا اسمه هون، وعلى الاغلب راح يطلع لكم نفس المدينه ونفس التخصص ونفس الشيء. Would you like to be placed based on هلا هون تقدر تختار city only او department only، department city first او department first وهكذا. Student remark، هون ممكن تخلي نوت. هلا هاي النوت اي شيء مثلا انت بدك اياه، مثلا نوع الاطعمه اللي بدك اياها، بدك اطعمه حلال تقدر تخلي انا بدي اطعمه حلال، بدك بالاكوموديشن غرفه لحالك او لحالك، انه مثلا في بعض البنات محجبات بدهم غرفه لحالهم او سكن لحالهم، بيكتبوا هون انه انا محجبه وبدي سكن لحالي وراح يصير اللي بدهم اياه. الكونتري واللوكال كوميتي تكتبوا هون الكونتري اللي هو الجوردن وهاي الشغلات. هلا نجي على الكارد اوف دوكيمنت. الكارد اوف دوكيمنت هذه اول ما تفتحوها من هون كارد اوف دوكيمنت راح يدخلكم على هاي الصفحه. نجي اول شيء الهيلث انشورنس. هلا الهيلث انشورنس في بالاكسشينج كونديشن في بعض الدول تطلب هيلث انشورنس، في بعض الدول ما بدها هيلث انشورنس. هلا للدول الاوروبيه اغلبها او خلينا نحكي كلها بدها هيلث انشورنس.
الهيلث انشورنس تقدر انتم تحكوا مع شركه او تحكوا مع اللي تبعكم، لانه نحن متعاقدين مع شركه نقدر نوفر لكم الهيلث انشورنس واللايبلتي انشورنس. عندك الموتيفيشن ليتر فور ديبارتمنت 1 وديبارتمنت 2 و 3 و 4. كل ديبارتمنت بدك تكتب له موتيفيشن ليتر، وإذا بدك تسهل على نفسك تكتب بالمقدمة ونهاية الموتيفيشن ليتر نفس الإشي بكلهم، بس تغير شوي لكل تخصص. بدك تحكي عن كل تخصص ليش بدك هذا التخصص. الباسبورت كوبي بدك تخلي كوبي للباسبورت. هلا إذا الباسبورت تبعك بده تجديد، خلي الباسبورت القديم واحكي لنا حتى بعدين ممكن نغيرها للباسبورت الجديد لحد ما تجدده. فوتو بدك تخلي فوتو. بروف اوف انرولمنت هاي بدك تروح على العمادة تجيب اثبات انه انت لحد الان عم تداوم بالجامعة. تجيب اثبات انه لحد الان عم تداوم بالجامعة انت وتخليه هون. السي في، هاي السي في. السي في هي ايش؟ هي عبارة عن بيسك انفورميشن، انفورميشن عنك. اذا ما عندك سي في تقدر تدخل على مواقع اونلاين، سي في اونلاين ميكر وهاي الشغلات، تقدر تطلع يعني تدخل المعلومات الرئيسيه وهم يكتبوا لك، هم يسوي لك السي في. مثلا بيسك انفورميشن، ورك اكسبيرينس، كواليفيكيشن، ايدكيشن، انترست، ريفرنس، تقدر تخليها وهم راح ينطوك، هم راح يعطوك السي في كامله مكتوبه بالنهايه. عندنا اللانجويج سيرتيفيكت. هلا في بعض الناس ما عندهم اللانجويج سيرتيفيكت، في بعض الناس عندهم. اللي عندهم اللانجويج سيرتيفيكت يخلوها هون، واللي ما عندهم اللانجويج سيرتيفيكت كمان بيجيبوا اثبات من الجامعه ان دراستهم باللغه الانجليزيه وهذا تعتبر كلانجويج سيرتيفيكت. حكينا عن اللايبلتي انشورنس. هلا الفاكسينيشن كارد بالنسبه للكلينيكال ستودنت، هذول اساسا ماخذين فاكسينيشن فعندهم الفاكسينيشن كارد تبعهم تبع المستشفى يقدروا يخلوها هون، او ممكن بعضهم يطلبوك فاكسينيشن كارد لانواع محدده من الامراض فبدك تسويها. تعتبر تعتمد على سبيشال دوكيومنت وبدك تشوف الاكسشينج كونديشن حتى تشوفها. هلا نجي سكور بي تيرمز اند كونديشن، نفسها اللي بعثنا لكم اياها بالايميل تقدروا تنزلوها هون. الريكومنديشن ليتر، هلا هاي بدك تروح على دكتور من الدكاتره اللي تعرفه يكتب لك الريكومنديشن ليتر، تحكي له انه انا طالع اكسشينج وراح يكتب لك الريكومنديشن ليتر. هلا بالنسبه عندنا الجامعه الاردنيه تقدر تروح على دكتور امجد شطرات، دكتور هيام، دكتور هبه كلبونا ممكن يساعدك بهاي الاشياء. وكمان هذا التيوبركلوسيس تيست، هاي سبيشال دوكيومنت لفرنسا بدهم تيوبركلوسيس تيست، سوي وتخليه هون كمان وخلص. شكرا.